تعالوا نشوف كده اول وصفه معايا، وهي كفته الفراخ. هنعملها ازاي؟ عندي الفراخ، فراخ مفرومه وحط عليها ملح وفلفل وبابريكا وتوم مفروم، بصل بودره، ريحان باودر برضو، وعاملينهم كور. عندي الجبنه الريكوتا، صلصه، عصير الطماطم، مكعب مرقه الخضروات. عندي القرفه، العيدان، بقدونس وكرات، والتوست المحمص. تعالوا نشوف اول حاجه عايزه اعملها، هي ان انا اشوح الفراخ بتاعتي. وزي ما اتفقنا فراخ مفرومه، والتتبيله دي روعه، ما تسالوش ورايا في التتبيله. اهو مسخنه كده الطاسه او الحله او الشوايه بتاعتي، وهنزل عليها بايه؟ بكور الفراخ بتاعتنا زي ما احنا شايفين. بعد كده هجيب بقى بقيه المقادير نقربهم علشان نقدر نستخدم الحاجه تبقى اهم حاجه في الاكل، ان انا ابقى محضره الحاجه كويس. هحط عيدان القرفه بتاعتي، فلازم ببقى دايما كاتبه وصفتي او عارفه المقادير بتاعتي ايه اللي انا هستخدمه، اقدر ساعتها ان انا اعمل الاكل بسرعه جدا. الله الله الله، القرفه بتدي نكهه جميله جدا للاكل بتاعنا. الوصفه دي وصفه جميله اهو كده. هجيب بقى الكرات بتاعي وانزل كده بيه. نكهات 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 نازله ومحطوطه، وبندوقها باجمل الطعم والمقادير كده. يلا هجيب مكعب من مرقه الخضروات، او هحط ملح وفلفل وجوز الطيب وحبهان البودره، حط البابريكا، حط الاوريجانو، كل ده كده ويتحط. هنزل بمعلقتين من الصلصه والخضره بقى بتاعتي الحلوه. عايزه اقول لكم بقى البقدونس بيدي طعم فظيع فظيع دايما في في الاكل بتاعنا. وهنزل بعصير الطماطم كده، كوبايه او نص كوبايه من عصير الطماطم بتاعنا الجميل، وهديه كده. وعايزينه يغلي غلوه علشان انا عايزه الكفته بتاعتي، كفته الفراخ، اتاكد انها اخدت السوى المطلوب قوي 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 اهو كده. وبعدين هنزل بصوا بقى بالجبنه كده الريكوتا زي ما احنا شايفين، تاخد التسيح وتاخد معاها في الطعم.